في إطار إبراز دور الطبخ الشمسي في الجزائر، قام الباحث أرزقي حرميم بوحدة البحث في الطاقات المتجددة بولاية أدرار بإنجاز وتطوير جهاز الطبخ الشمسي الذي يمكن أن يستعمل في الطبخ المنزلي لطهي الطعام، وخاصة كونه غير ملوث وغير مكلف ويعتمد فقط على أشعة الشمس. وحسب الباحث فإنه قد تم تدريب تلاميذ التكوين المهني بالولاية عن كيفية صناعة أجهزة الطبخ الشمسي بوسائل بسيطة. تغطية بوغنيسيا محمد. السلام على سيدنا محمد الأمين. في البداية نرحب ونشكر جزيل الشكر لقناة الأجواء على اهتمامها بهذا الموضوع. حنقدم لكم برنامج تاع تطور في وحدة البحث في الطاقات المتجددة، برنامج خاص بتطوير الطبخ الشمسي في الجزائر. هذا البرنامج مشروع سجل أول مرة في 2004 و2005، وصلنا لإنتاج أول نموذج في 2005، وعبارة عن جهاز بسيط، عبارة عن علبة تلتقط الإشعاع الشمسي داخل العلبة، اسمها علبة ساخنة اللي نوضعوا فيها الإناء تاع الطبخ اللي موجود فيها الأغذية اللي نريد طبخها. هذا الجهاز يتوصل إلى 150 درجة مئوية، إلا أنه ما يقدرش يطبخ العجائن مثلا كما الخبز وغيرها. لهذا قمنا بأعمال بحث لتطوير هذا النوع من الجهاز، وفي 2007 وصلنا إلى إنتاج نموذج واحد آخر في 2007 سميناه مزدوج الالتقاط تاع سي بي سي، راكم تشوفوها هنا. وهذه يدي ديجا ثلث اواني تاع الطبخ، والبوابه تكون من الخلف. البوابه تبلغ 170 درجه مئويه، تسمح بطبخ جميع الاطباق، ويكون مستقر مدموج في حائط البنايه، يحمي ربط البيت باش تخرج الى تحت الشمس. تلاميذ تاع المتوسطات في أدرار، وجمعنا تقريبا 180 تلميذ، عطيناهم دروس باش يصنعوا أجهزة بسيطة سواء بالخشب والزجاج وكذلك الكراتين، يعني الأوراق، وصنعوا ما يقارب 70 جهاز بسيط. هذا نوع، هذا يعني نموذج من هذوك الأجهزة مزود بملتقط الحرارة. نشوفوا هنا كيفاش دار، عبارة عن لوحة مخدومة بالكرتون، ويمكن هنا نحلوا البوابة باش توضع إناء الطبخ تاعك، راهي درجة الحرارة جد مرتفعة. كما شوفوا هنا مقياس الحرارة راهي متنا تقريبا 90 درجة مئوية، راه في الصبيحة راهي 90 درجة مئوية.